السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. إليكم موجز الخامسة من التناصح. أحيت مناطق تاجراء وعرادة وزاوية الدهماني وفشلون بالعاصمة طرابلس الأحد أحيا الذكرى السابعة لتظاهرة 25 من فبراير، وبدأ المشاركون في إحياء هذه المظاهرة مترجلين من مسجد مراد آغا بتاجراء مرورا في منطقة عرادة وسوق الجمعة وفشلوم والظهرة وصولا إلى ميدان الشهداء. هذا ورفع المشاركون في هذه التظاهرة أعلام الاستقلال وصولا أو صورا عفوا لشهداء الثورة مرددين هتافات مؤيدة لثورة 17 من فبراير. حمل تجمع أهل مدينة درنا الرئاسي المقترح ومجلس الدولة والنواب المنحل وبعثة الأمم المتحدة حملهم مسؤولية الحصار الذي تفرضه ميليشيا الكرامة على المدينة. واستنكر التجمع بحسب منسقه عادل البرعصي استنكر القصف اليومي من قبل طيران الكرامة والاعتداء المتكرر على المدنيين العزل وممتلكاتهم الخاصة. هذا وطلب تجمع أهالي درنا بالرفع الفوري للحصار الذي وصفه بالخانق والمميت المفروض على المدينة معتبرا ما يحدث ترويعا وإرهابا للآمنين. التقى وزير شؤون النازحين والمهاجرين يوسف جلال الأحد مبعوث بعثة الأمم المتحدة لليبيا سلامة، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بشؤون النازحين والمهاجرين وسبل توفير الدعم الإنساني للنازحين داخليا. وبحث اللقاء معالجة المسائل المتعلقة بنهاء معاناة النازحين وأهمها عودة تورغاء إلى ديارهم، حيث تم الاتفاق على أن يتم التنسيق المسبق فيما يتعلق بملف النازحين في إطار المصالحة الوطنية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة. في خبر أخير، أكد المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية ميلاد السعدي ترحيل 19 مهاجرا غير قانوني مغربيا غير أو إلى بلادهم عبر مطار معتيقة. السعدي في تصريح له الأحد أضاف أن المهاجرين كانوا في مقر جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية فرع طرابلس، وأشار إلى أن المهاجرين رحلوا إلى مطار قرطاج بتونس ومن ثم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد التنسيق مع السلطات في المغرب. إلى اللقاء.